ماتد دكتور الشعر: نحن خبراء لفك تشابك عقد متشابك سيء. استخدمنا كريم إزالة الشعر وإزالة مكيف الشعر وإزالة مشط الشعر لفك تشابك العقدة شديد اللمعان. يمكنك مشاهدة عدد كبير من القصص الناجحة لفك تشابك الشعر على قناتنا على يوتيوب. يوفر الصالون الخاص بنا إمكانية فك تشابك الشعر للرجل أيضاً. شعرك ثمين جداً، اعتني به. تم بيع منتجاتنا أيضاً بخصم، فماذا تنتظر؟ للرجل أيضاً. شعرك ثمين جداً، اعتني به. تم بيع. مرحباً بكم في المدرسة الدولية لفصل الشعر. مرحباً بكم في المدرسة الدولية لفصل الشعر. سنعرض لكم اليوم نتائج مورك لكريم تاكدان ريموفر. ما هي أفضل طريقة لفك تشابك الشعر الطبيعي؟ 1. العمل في أقسام صغير. إن شد شعرك بطريقة عشوائية طريقة مؤكدة لجعل عملية فك تشابك الشعر بائسة قدر الإمكان. 2. أضف الكثير من الرطوب. 3. استخدم مشط واسع الأسنان. استخدم مشط إنزال الشعر. 4. ابدأ من النهايات. 5. لا تجف، ضع دائما كريمة إزالة تشابك الشعر. 6. احتفظ بزجاجة بخاخة في متناول يدك. 7. امنح نفسك الوقت. 8. بلل شعرك. كما ذكرنا سابقا، فإن الخيوط المبللة أسهل في فك تشابكها من الخيوط الجافة. 9. أمسك بمشطك واسع الأسنان. لقد خمنت أن تبدأ في التمشيط من خلال بدتك الخاص بك والعمل في طريقك من نهايتك. 10. كرر.